صعدت تركيا عملياتها العدائية ضد الجيش السوري لدعم الميليشيا الإرهابية بشمال سوريا، حيث شنت الميليشيا الإرهابية هجوما على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري بريف حلب الغربية تزامنا مع قصف مدفعي تركي مكثف. كما عززت تركيا آلياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، وذلك في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري بعد انتصاراته المتتالية على الميليشيا الإرهابية.